إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رسولي جيمر معكم اليوم بمقطع جديد من سلسلة تحديات الفوت درافت. اليوم عندنا تحدي فوت درافت ألمانيا والبرتغال. بعد خسارة ألمانيا بمباراة الافتتاح اليورو، يعني بمباراة الافتتاح بالنسبة لهم ضد فرنسا، فألمانيا داخلة للفوز ولا شيء غير الفوز. المباراة صراحة جدا حماسية، لأن البرتغال إذا فازوا بيضمنوا تأهلهم غالبا، يعني أكيد بيضمنوا تأهلهم ست نقط للدور اللي بعده، لكن ألمانيا ما بدهم يخسروا بنفس الوقت. المهم لا تنسوا اللايك بالبداية والاشتراك بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين. خلونا نحاول نوصل هذا المقطع فوق 30,000 لايك. كل واحد يا ريت أنكم تضغطوا على اللايك، وتأكد أنك مشترك بالقناة لأنه أحيانا اليوتيوب بيلغي اشتراكات. فيلا ما بدنا نطول أكثر بالمقدمات، خلونا نبدأ. يا رب يا سلام 4-5-1 و4-4-2. طيب ناخذ 4-5-1 يا رب. بدون الأزرق البنز وسوني. أوكي لازم آخذ سوني لأنه ألماني، لكن البنز معليش معليش يا البنز، لكن التحدي هيك بيطلب. طيب ثاني بدايه حلوه، وخمسه يكفوت فهذا شيء جيد. الدون الدون برناردو سيلفا، هيا بلع هيا بلع يا اخي، ما بدي برناردو سيلفا، بطيء. اعطيناك برتغالي يعني هلا على اساس عرفت انبسط. اوكي ديفيز ممتاز، ما في برتغال ولا المانيا، لا برتغال ولا ألمانيا موجود. طيب ناخذ ديفيز عادي عادي جدا. الكامل يسار يا رب يا رب. ادنه يا الله، وراح علي كاكا كمان المومنت. لو انه كاكا جايني هيك على اليمين يعني طيب منيح انه بنقدر نختار رونالدينيو، ما يطلع لي مولر مثلا عرفته يخرب علي. ممتاز. يلا غوريتسكا كيميتش، نايس. كيميتش ممتاز، يلا بيشبك اخضر كمان زي الفل. السي بي اليسار يا رب. الالمان سيئين صح؟ لا في لا الماني ولا برتغالي كمان. ناخذ روميرو اللي بعده. يا شباب ما بدي هدول اللاعبين. الحدث ياهو، قلب درافت فرنسا هذا ولا شو؟ الرشفير وبامبا. بامبا بيشبك وراشفورد، لا راشفورد بيلعب مهاجم، وبامبا يا جماعة خمسة يكفوت وكله عم يطبل له بصراحة. خمسة مهارات قصدي. برا لا يكون في لاعب راح. اوكي اللي بعده ميرتنز وبرونو. تعال لا مستحيل، مستحيل. استغفر الله العظيم يا اخي، ليش دائما المدافع الالمان الدفاع الالمان بيض؟ يا رب الدون يا رب، واحد دون يا شباب. رويس مالك مكان، والله مالك مكان، فعليا مالك مكان. عندي ساني وعندي برونو وعندي مليون لاعب. ريح الاحتياط. جناح بطاقته يا حبيبي، تعال اذا هيك لك مكان معليش. طيب عندك هوملز وبس، بطاقة رويس جناح طلعت. المانيا ما في، برتغال ما في، هات رويس. الار بي مين في الماني اصلا؟ ما في حدا الماني منيح الار بي. يا رب شكرا يا شباب ما قصرتوا، بس انه رونالدينيو يضل احتياط. لا والله ما راح يمشي الحال. لينو ونوير يا سلام، هذا اللي بدنا اياه هذا اللي بدنا اياه. والله الدرافت كله المانيا وبرتغال اغلبهم. يا رب الماني. يا اخي يا جيبوا الماني مثل الناس، يا لا تجيبوا. شو كل الالمان البيض بدهم يطلعوا لي ليك. رودريجو اوكي اللي بعده. كنسلو حلو جدا، احسن من الظهير المعفن اللي عندي. بنزله بدايه الجيم ولا شيء. تعال اي يا الله نايس. هي ظهير الماني، ما بمانع بس بدك واحد سيبي. المشكله صار والله اني ضاعت شكلي يا جماعه. اخر لاعب بسم الله. اوكي ممتاز، والله ممتاز. اصلا ما راح اقدر لاعب حدا مكان نوير بشكل عام. نوير يعني جيد ما له سيء، بس عم بتاكد انه ما في
حدا الماني مثلا او برتغالي. خلينا ناخذ تشيزني. أه والله انا رضيان عن التشكيله، التشكيله والله انا دعس، انا شايف التشكيله نار نار. ممكن اعملها هيك كمان بالمره او هيك شيء مثل هيك يعني. وهوملز عندي نو نو يا يا اوش ليك يا جماعه، لا اله الا الله، بدي اقعد اعملها هيك هلا. وديفيز يعني ما راح يلعب، بس التشكيله كلها المانيا والبرتغال، التشكيله كامله من المانيا والبرتغال يا جماعه. لكن ديفيز ما راح يلعب، ورونالدينيو كمان اذا بدك تلعبه بدك تطلع راشفورد مثلا وتنزل رونالدينيو مكانه، انما غير هيك ما بتقدر تعمل. طبعا راح نزل كانسيلو ظهير يمين، بيصير عندي اربع برتغال والباقي المان يعني ماشي يعني مو اسوء شيء. وثيو قاعد على الاحتياط. بسم الله. اوكي ثلاثة دفاع بس عنده مبابي الازرق وعنده سقراط وراشفورد. تشكيله حلوه لكن المفروض انه نفوز، ان شاء الله المفروض انه نفوز، انه الفهم باللعبه سام لتحت. طيب 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 هوملز مبدئيا بصراحه ما بيلعب فيه، فوالله ما لي عارفان شو ساوي. ممكن نزل كانسيلو، خلص خلي كانسيلو ظهير. وهذا والله ما بعرف يعني هذا افضل شيء ممكن اني اعمله. رونالدينيو رح نزله يمكن مكان راشفورد. خلي مبدئيا برناردو جناح، وهي برونو اس تي و... او برونو برونو كام هو وساني وراشفورد الاس تي. شوف اللعب شوف اللعب. ها ها انا ما عملت شيء لسه، هلا بلشت المباراه ولا استفزيته ولا شيء. يلا ابلع ابلع عشان تعرف تلعب مثل الناس. يلا ابلع لك ابلع لك وحده مو خلط. لا عصر، هي هي اقوى من الخلط لسه عشان تعرف تلعب منيح. لا نزل لي الدون. لا 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 اصبر. اوكي والله دفاعي بيض، والله دفاعي بيض، والله دفاعي بيض على طول فاول. اذا انت رجال سجلها يلا. ايزي. يا هي الرشفير، يا هي هي الرشفير. يا ساني يا متخل، يا الله يا سوني. انا كان بدي اتمسخر على فكره وقاعد راوغ، بس قلت لحالي لا اضمن اضمن. انا قصتي انا جرها الزمان. ارجوك يا اخي خلص اهدى انت. هاي بالويك فوت. لك وين عم تشوط لها ولك ساني. الله من الغباء. لا تتحمس هيك انت كمان. ياه ياه يا عيني. حلوة يا الرشفير، حلوة 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 حلوة. يوه يا الرشفير والله كذاب. التيم اوف ذا سيزون قوية بزيادة يا عيني يا راشفورد. لك تحدي المانيا والبرتغال في راشفورد فايت حاطط جولين كمان، ما في غيره اصلا اللاعب الوحيد اللي مو من المانيا او البرتغال بالتشكيلة كاملة يا رجل، وشغال جلد 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 الحمد لله. اصلي كانسيلو وحش. اوه نايس نايس نايس. ساني روح يا ساني روح. انا ما عملت المهارة الثانية، هي هي ألفها من عنده بصراحة. وينه برونو؟ برونو برونو برونو. يلا يلا. وينه برونو؟ وينه برونو؟ برونو! يو يا برونو حرام! عصب عصب الخصم عصب. ابلع ابلع ها ابلع ابلع. روح يا برونو! برونو! ياه ياه يا وحش! الله عليك يا برونو! والله كفو والله كفو يا برونو. برونو تيم اوف ذا سيزون والتيم اوف ذا يير قوايا بزياده. وين 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 رايح؟ وين رايح؟ ايوه وبعدين؟ والله الكيك اوف عاطي عاطي مفعول رهيب يعني. تعرف شو الحل؟ معروفه معروفه الحل. الحل هيك على طول مربعات مربعات. هذا مين برونو؟ برونو الوحش. يلا 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 يلا.
رويس. الله يا رويس، اخلط خلط او لا اصر عصر، هي مو اخلط خلط عشان يعرف يلعب باول مباراه منيح. يا حبيبي خلصنا انت والكيك اوف بقى، خلصنا. يلا يا رشفير، يلا يا رشفير، الهاتريك يا رشفير، الهاتريك يا رشفير، الهاتريك 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 يا رايق يا رشفير، يا رايق يا رايق يا رشفير. لا لا ليش عم تخلط يا رشفير يعني. يلا يا برونو، ياه يا برونو، ياه يا برونو، ياه يا برونو، ياه يا برونو، ياه. ايوه يا طبر، طبر بور شو دخله انك، استغفر الله. حلو ناير، حلو. اوكي بلعنا. ظاهر انك تحمست. سلل لي حكم. كيف عرف؟ كيف عرف؟ اوكي انا وين رحت؟ يوه يا نوير. الظاهر اني انا استخفيت بزياده صح؟ وراح يرجع بالنتيجه شوي ثانيه. خلص منار انهي مثل الناس وخلصنا ماشي. والله هو الحمار اللي ما بيعرف فيني انا، مو ما ذنبي يعني بصراحه، انا حاولت فيها. اوه يا رويس، يا رايق يا رايق، والله كفو، والله كفو يا رويس، روقان روقان. هذا برونو، ياه يا برونو، ياه يا برونو، ياه يا برونو، والله وحش. خلص بكفي اهو، بكفي اطلع. ماني أربعة، والله كفو يا برونو، والله كفو. بالويك فوت هيك بسجلها رويس جولين، برونو جولين، راشفورد هاتريك، وبرناردو سيلفا جول. الألمان سجلوا، والبرتغاليين سجلوا، والإنجليز سجلوا، وكل اللعيبة سجلت. والله مباراة رهيبة كانت، يا الله يا الله يا الأداء ويا المتعة. بس تمنيت الدون يعني، لكنه ما إجا. ففي مين عوض الدون وزيادة بصراحة. شكرا، فشكرا لكم على متابعه المقطع. هيك نقدر نوصل لنهايه، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بالمقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وشكرا لكم جزيلا على المتابعه. اكتبوا لي توقعكم لنتيجه المباراه تحت بالتعليقات. وبس هذا كان عندي اليوم، بالمره شيكوا على الانستغرام يعني، رابط بالدسكربشن، فولو على السريع. فبس هذا كان عندي اليوم، في امان الله.